ولمزيد من الحديث عن مآسي النزوح في العراق مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد وأثرها على النازحين في ظل الإهمال الحكومي لهذه الأزمة، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيكم وحي مشاهديكم الكرام. حياكم الله. دكتورة، وزارة الهجرة والمهاجرين تقول مجددا أنه لا يوجد موعد محدد لعودة النازحين بعدما أغلقت المخيمات قسرا كما هو معروف، وسبق أن حددت الأول من تموز الماضي موعدا لإنهاء ملف النزوح. ما الذي يجري؟ يعني كما تفضلت، يحددون المواعيد ويهجرون الناس قسريا، وبناء على هذا الموعد المقترح الذي كان في الأول من تموز الماضي لم يتم يعني إغلاق جميع المخيمات، بل على العكس من ذلك كما تفضلتم في تقريركم هناك افتتاح العديد من مناطق النزوح. يعني هذا يدل على تخبط حكومي تجاه هذا الملف. لا توجد في الحقيقة أي يعني مخططات، أي يعني نظرة مستقبلية لهذا الملف، مع وهذا الخطط يعني تعتمد على يعني يعني ما يعاني منه العراق من أزمات، سواء أزمات مالية، سواء أزمات اقتصادية، الآن الأزمة البيئية، كل هذه يعني تتطلب حلول ليست على فقط المستوى القريب بل على المستوى البعيد. ونعرف جيدا أن هذه الحكومة ليست حكومة كفاءات ولا حكومة مبنية على أساس يعني احتياجات العراق، بل هي حكومة محاصصة مبنية على أساس يعني الأحزاب، على أساس يعني المصالح الشخصية وغيرها من هذه الأمور التي لا تمت بصلة إلى يعني مشاكل العراق. ولذلك نرى هذا التخبط ونرى هذه المشكلة في تفاقم مستمر يوما بعد يوم. نعم. لماذا يجري الإصرار على إغلاق المخيمات رغم ذلك؟ يعني إذا أغلقوا المخيمات ويطلبون من الناس العودة، وهذه هذا النوع من يعني عدم احترام البشرية في التعامل مع الناس بهذه الطريقة. هناك يعني تعمد مقصود في إذلال النازحين الذين نزحوا من مناطق التي سيطرت عليها داعش. نعرف أن هذه المناطق، سكان هذه المناطق يعني تعرضوا إلى أفشع أنواع الانتقام، سواء بمختلف الأشكال، بالقتل، بالاعتقالات، بالإخفاء القسري، في استمرار أزمة الذين بقوا على قيد الحياة في مخيمات النزوح، وبالتالي إغلاق المخيمات قسرياً والإمعان في إذلال هؤلاء الناس بإعادتهم قسريا إلى مناطقهم دون أن تكون هذه المناطق صالحة أولا للعيش. لا توجد هناك أي تعويضات، لا توجد ضمان اجتماعي، لا توجد خدمات ثانية من المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وغيرها التي تؤمن استمرار حياة هؤلاء النازحين. وبالتالي يعني هناك يعني تعمد مقصود أن يتم يعني إذلال هؤلاء الناس وتعريض حياتهم للخطر، وفي الحقيقة هذا يدخل ضمن الإبادة الجماعية التي تمارس ضد هؤلاء النازحين من هذه المناطق خصوصا. نعم. دكتورة، اليوم التغير المناخي كما أشرنا في المقدمة والتقرير سيتسبب حسب منظمة الهجرة الدولية إلى نزوح أكثر من 24 ألف عائلة خلال حزيران الماضي فقط تسبب بذلك. السؤال اليوم عن مواجهة الحكومة لهذه الحالات، موجات النزوح الجديدة والقضية القديمة للنازحين أيضا، كيف تقيمين تعامل وتعاطي الحكومة معها؟ مع الأسف الشديد يعني تعامل بمنتهى السوء وبمنتهى عدم المسؤولية ودون يعني الحقيقة الوصول إلى مشكلة، هذه المشكلة وكيفية حلولها على المدى القريب أو المدى البعيد. يعني نلاحظ أن الكثير من المنظمات الدولية المعنية بمختلف الاتجاهات التي تمس حياة البشرية، من منظمات معنية بحقوق الإنسان، من منظمات تهتم بالتنمية البشرية، بالبيئة، بغيرها، تصدر يعني وبصورة يعني دورية يعني تقارير
تشرح ما يعاني منه العراق وما سوف يعانيه من في المستقبل، وخاصة الأزمة البيئية. يعني هذه ليست مسألة جديدة، يعني لا يمكن أن ننسى ما حدث في البصرة في الأعوام السابقة من حوادث أودت بحياة الكثيرين، منها تسمم ومنها يعني تصاعد اللسان الملحي في شط العرب وغيرها، وهذه فقط جزء بسيط مما يتم الكشف عنه. أما مناطق العراق الأخرى فنعرف جيدا كثير من الأنهار التي جفت، الكثير من المشاريع التي أهملت ولم يتم تنفيذها. كل هذا يعني لا يدخل في حسابات هذه الحكومة، لأنها لا تعني غير معنية بحياة العراقيين وغير معنية بحقوق العراقيين ويعني ومسؤوليتها عن هذا الشعب. ولذلك تستمر هذه المعاناة في هذا الملف وتستمر هذه المشكلة بالتفاقم يوما بعد يوم. نعم. تقديم الفتات وفقا للجنة الهجرة النيابية التي أكدت بأن تقديم 4 ملايين دينار كمنحة للراغبين بالعودة لا تكفي بتاتا، والحكومة تعيش في أزمة اقتصادية، وجود أزمة سيولة نقدية ورواتب متأخرة للموظفين، ماذا بعد؟ الحقيقة هذه الـ يعني التعويضات هي أصبحت من يعني أحلام بالنسبة للنازحين. يعني المعروف جيدا ما هي ميزانية العراق المليارية وكيف يتم صرفها وكيف ومن هم المستفيدون منها. هذا لا يصب في مصلحة العراقيين. على العكس من ذلك، عندما يأتي الكلام إلى تعويض المواطنين فإن النتيجة سوف تكون أنه لا توجد هناك سيولة مالية، وهذه حقيقة. يعني الأموال في جيوب الفاسدين، أما الشعب العراقي لا يتمتع بأي حق في أمواله، ونرى هذا واضحا ليس فقط من خلال معاناة النازحين بل أيضا من خلال معاناة الشعب العراقي على العموم. تأخر الرواتب، ازدياد معدلات الفقر، الكثير الحقيقة من المشاكل التي تتراكم يوم بعد يوم. نعم. شكرا لك دكتورة فاطمة اللعاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. شكرا.